المدرب منذر الكبير للزيمبابوي ضمن اياب الدور السادس عشر من كاس ربيط الابطال الافريقي. اجواء خاصه رافقت رحله السيابي واصرار كبير على العوده بورقه الترشح من هراري بالذات امام وسيف نسخه 1998 من الشامبيونز ليغ الافريقي فريق ديناموس. راك تشوف معناها امبيونس باهي، الولاد الكل معناها حاطين يد في اليد. ظهر لي ما باش نعملوا كيما نقولوا معناها التراجي هذه الكل، ظهر لي مش باش نروحوا بلاش. الولاد الكل معناها عازمين ان شاء الله باش نجيبوا الانتصار. ما نمشيوش متهنيين، نلعبوا كانه ما لعبناش، نحسبوا ماتش هالي ان شاء الله نجيبوا يعني ترشح من غاديك ان شاء الله يا رب. احنا عملنا با باهي في الماتش اللي ربحنا 3-0، كملنا لعبنا ماتشات البطوله نتاعنا، قعدنا مركزين، كل تاب وحدها بطوله وحدها. توا ماشيين الهراري باش نلعبوا ماتش ريتور تاع الشامبيونز ليغ. الولاد الكل كونسيون بالوضع نتاعنا، صحيح 3-0 اما ما هي الا خطوه برك. الماتش تاع كاليفيكاسيون شت لعب غاديك، ان شاء الله نكونوا كونسونتري ونابليكيو التوصيات تاع سي المنظر، ان شاء الله ربي يجيبنا في الصواب. فرصه لي انا ولا حسن البجاوي ولا كمال زعيم، هذول الملاعبيه هذوما اللي كانت لهم يعني مسابقات افريقيه قبل مع جمعياتهم. الحمد لله ظهر لي حتى المدرب زاد كان عمل معنا رينيون كبيره يعني البريود اللي فاتت وكل شيء، حذرنا يعني الماتش اللي مش يكون صعيب راه في يعني في ديناموس. ان شاء الله يعني واحد يجمي يعاون الجروب ويعاون سيرتو الشبان، يعني خاطر اول مره هذايا يعني برشا لاعبين يعني اول مره يمشي يسافروا لافريك. ان شاء الله نعاونوهم، وان شاء الله اهم شيء كما قلت يعني روحوا بالترشح نتاعنا ونفرحوا جمهور نادي رياضة بنزرت ان شاء الله. جاونا باهي نحن كثر معناتها كل سوا في البرة ولا في الفستيار ولا الاستاجات، ونحاولوا نكملوا فيه الجو هذا خاطر ليكيب ما تنجح كان بالجو نتاعها. ومشينا باش نقصدوا ربي باش نلعبوا تشامبيونز ليغ، ان شاء الله نروحوا معناتها بالكاليفيكاسيون ان شاء الله. بعد رحلة مطولة لممثل كرة القدم التونسية انطلاقا من تونس إلى دبي ثم لوزاكا، فريق السيابي وصل إلى هراري يوم الجمعة على الساعة 5 بعد الزوال. وفد النادي البنزرتي اختار الاقامه بنزل هولداي إن القريب جدا من روفارو ستاديوم، الملعب الذي سيحتضن مباراه السيابي والديناموس الملقب بفريق الجلامور بويز يوم الاحد 7 ابريل. رئيس النادي البنزرتي مهدي بن غربيه خص بعثه مؤسسه التلفزه التونسيه بحوار خاص للحديث عن الجلسة العامة الانتخابية الأخيرة ومستقبل الفريق، إضافة إلى مواضيع أخرى. تاريخ 3 أفريل 2013 شنو يمثل لك؟ ريسما ثم الانتخابات تاع الجلسة العامة تاع الانتخابية تاع النادي البنزرتي، واللي معناها بعد ما عملناها 8 أفريل في 2011 اللي كانت فضلنا معناها عملناها 3 أفريل وتم انتخاب معناها الهيئة المديرة لفترة ثانية إن شاء الله. عامين التالي معناها النادي البنزرتي كان معناها عنده شرف معناها تنظيم اول انتخابات حره في البلاد، مش في بنزرت برك ولا في الرياضه برك، اول انتخابات التاريخ شكرا انه اول انتخابات حره دارت في البلاد دارت في نادي البنزرتي في 8 افريل 2011. عامين بعد نقدر انه جمهور نادي البنزرتي ما ندمش على الاختيار نتاعو اللي كان بفارق صغير، ونقدر انه معناها عرس الديمقراطيه اللي عشناه في بنزرت في نادي البنزرتي اعطى نتائج بعد في مردود الفريق اللي معناها عمل نقله نوعيه في مردود خلال عامين هذوما. الانتخابات هذه اللي فاتت كانت معناها تاكيد للهيئه المديره هذه وعاد انتخابها واللي قدر انه معناها شيء يشجع وشيء يفرح. كيفاش تقبلتم القرار نتاع وزاره الشباب والرياضه في خصوص معناها الفصل بين السياسه وبين معناها المسؤوليه الرياضيه؟ المرسوم هذا هو معناها تم اصداره في عنده تقريبا عامين معناها، ونقدر انه فيه اشكال قانوني ابقى انا كرئيس جمعيه معناها ان جمهور النادي البنزرتي انتخبني باش نسير للسيابي. انتمائي السياسي ولونجاجمون بوليتيك نتاعي واختيارات السياسيه ماهيش ما نجمش لا نحملها لا نطلب من جمهور النادي البنزرتي يتحملها معايا معناها. انا كيف في منتخب في بنزرت
باش نسير هذه بنزرتي وربي قدر اني نسيروه معناها كيما يلزم. كيما منتخب من طرف معناها معناها الناس في بنزرت باش نمثلها في مجلس التعزيز وقدر اني نقوم بالعمل بتاعي بما يرضي معناها ضميري وربي. ابقى اليوم قادر روحي لي مانيش كونسيرني بالقانون هذا، قادر القانون هذا فيه كثير من الاشكاليات وقت تشوفوا معناها مشاو فيه وتراجعوا. ابقى نحب نقول اني عمري لا باش نحشر جمهور نادي بنزرتي وحبينا نادي بنزرتي في معركه سياسيه غير نتاعهم. نادي بنزرتي كي ندخلوا له احنا ما فماش لا فيه لا حتى حلف ديمقراطي، لا حزب من هنا، لا حزب على اليمين، لا حزب على اليسار، احنا مدير فيها الاحزاب السياسيه الكل. ابقى كي ندخلوا السي بي نخبوا كاين سي بي نخدموا السي بي والسياسه نخليوها لبرا. الفصل هذا 22 معناها ينطبق على بطوله كي تتلعب على مجموعه واحده، لكن توا معناها حبوا يطبقوا القانون هذا وهي بطوله معناها تتلعب على مجموعتين. كما قلت انت معناها الفصل هذا ما يتبقى كان في بطوله واحده من مجموعه واحده في اخر معناها البطوله هذه. نخلي النقاش القانوني نقول حاجه برك. اليوم نادي بنزرتي اذا يكمل وان شاء الله يربح الماتش نتاعو مش ممكن نقصيوه كيف عملناه بقرار اداري. ياسر ما يجيش لحتى ليتيك سبورتيف ما تجيش. احنا رانا في السي بي معناها بامكانيات قليله الجي نتاعنا نتاع الفوتبول نتاع كل جاوز مليار ونص. وذيك ساعه عامنا وسنين معناها نفسه في فرق ميزانيتها 10 مرات قدنا، صارفه 20 مره قدنا. مش ممكن بعد فوق هذا الكل يقسونا بقرار اداري. حظوظ نادي بنزرت في مباراه العوده ام فريق الدينامو سكي. احنا القدر انه لي ديبلاسمون افريكا كم تراو كم تراو في ظروف كل شيء. عملنا ماتش باهي في بنزرت بقى ما يعطينا حتى اسبقيه كبيره معناها احنا غدوه معناها بعد غدوه باش نلعبوا لازم نربحوا لازم نروحوا بالكاليفيكاسيون غياني غاني. هذه هي معناها سي بي عنده سنين ما سافرش هكا هاو معناها بعد ماتش المروك اللي هو قريب نجيو لزيمبابوي. هذه هي الفريق الفريق اللي يحب معناها يولي بالحق معناها احنا سي بي كبيره ما يحب يقعد مع الكبار لازم يولي في الكونديسيون هذه ومعناها يفو با معناها عبد معناها يفون لا بو دلورس قبل ما يقتلوا معناها فهمت. اليوم عندنا ماتش عندنا ماتش وعندنا حظوظنا معناها كيف احنا عندنا حظوظ كيما الفريق المنافس عنده حظوظ لازم نقتنعوا ونلعبوا ونعطيوا ونروحوا بالكاليفيكاسيون غياني غاني معناها. مدينة هراري هي العاصمة الاقتصادية والتجارية لزيمبابوي واللي كانت تحمل اسم ساليزبوري في السابق قبل ما يتغير اسمها منذ تاريخ 18 أفريل 1982. We'll be right back.
مدرب النادي البنزرتي منذر الكبير أجرى حصة تدريبية يوم السبت للتعرف أكثر على أرضية الميدان. حصة تدريبية ركز خلالها منذر الكبير على الجانب النفسي للفريق. مدرب السيابي أكد كذلك على أن الفريق ما زال تنتظره 90 دقيقة لتحقيق الترشح رغم الفوز في لقاء الذهاب بملعب 15 أكتوبر بثلاثية نظيفة. جينا لهنا نحبوا نكملوا الخدمه اللي خدمناها في الفاز هذه، دونك عملنا ماتش في الالي لازمنا باش نترشحوا نكملوا الشوط الثاني هذا، طلب منا برشا مجهود ذهني، طلب منا برشا خدمه نتاع جروب نتاع سوليداريتي نتاع بلوك اكيب، وزاد كيف كيف نحبوا نسوري فاليز مع لي ميور تو اللي موجودين في الافريك على الاكستيريور بوركوا با نعملوا ريزولتا بوزيتيف نماركي ونربحوا. هذا يزيد يكبر النادي ويعطينا حجم اخر. قاعدين في الشامبيونا لوكال نتاعنا السيابي ماهيش مقصره، قاعد مع الكبار موجوده تعمل في دي بيرفورمانس محترمين برشا، نحبوا نسوري فاليز مع لي ميور في الافريك. نجم تقول حاضرين قدرة ربي كل شيء عملناه تويكا، البارح نحينا التعب نتاع السفر كل يوم، كملنا لونترينمون اللمسات الاخيره كما نقولوا فيها، ان شاء الله حاضرين وان شاء الله غدا نعديو مردود به يليق بينا وبالكره التونسيه. توات هذوما ما يتلعبوا كان معناها بسيشيك اكثر، يلزمنا نكونوا معناها مطالمو حاضرين 100%. اليوم شفتوا معناها سيونس كانت خفيفه ليجير، وان شاء الله ربي معنا غدا ان شاء الله كاليفيكاسيون ان شاء الله. الماتشوات هذوما ما يتلعبوا كان معناها بسيشيك اكثر، يلزمنا نكونوا معناها مطالمو حاضرين 100%. اليوم شفتوا معناها سيونس كانت خفيفه ليجير، وان شاء الله ربي معنا غدا ان شاء الله كاليفيكاسيون ان شاء الله. أجواء إفريقية، حضور جماهيري مكثف بمعقل ديناموس بروفاريو ستاديوم. طاقم تحكيم المباراة من جنوب إفريقيا بقيادة فيكتور ميغيل غوميز. بداية اللقاء كانت سريعة جدا من بطل زيمبابوي للمرة 20 فريق ديناموس المطالب بتسجيل أكثر من 3 أهداف للمرور إلى الدور المقبل من كأس رابطة الأبطال الإفريقية. أولى المحاولات الهجومية كانت مع الدقيقة 5. تواندا موباراتي يتلاعب بدفاع السيابي، شاكر البرقاوي يتدخل في آخر لحظة، ثم توزيع من كليف ساكيتي في عمق دفاع النادي البنزرتي، ومن ألطاف الله أن الكرة مرت بسلام. رد بناء المنذر الكبير كان مع دقيقة 20، محمد علي المهذبي جرب حظه من بعيد لكن كورته ما شكلتش خطورة على الحارس أريتال موكاندي. يعود من بعد فريق ديناموس إلى الهجوم، بوبان زيرون توسا يمهد بذكاء إلى فرح موباسوري يسدد على الطير، فاروق بالمصفى يتسد على مرتين. دائما فريق ديناموس في الهجوم، باتسون توري من الجهة اليمنى يوزع، تواندا موباراتي ما يستغلش الموقف. 5 دقائق بنهاية الشوط، فاروق بالمصفى يتألق أمام تواندا موباراتي ويفسخ هدف محقق. بداية الشوط الثاني مروان الترودي كاد يفتتح النتيجة بعد تمهيد ممتاز من كاريكازي، ثم خطأ في محور الدفاع السيابي، بوبان زيرون توسا كاد يباغت الحارس فاروق بالمصطفى. نلعبوا في دقيقة 60، تواندا موباراتي كاد يمضي على الهدف الأول لديناموس لولا تألق فاروق بالمصطفى. هذه ركنية من كمال الزعيم، رأسية فخر الدين الجزيري فوق المرمى. ضغط ديناموس يتواصل
تسديدة بوبان زيرون توسا جانبية للمرمى. الدقيقة 73 نشوفوا تمهيد ممتاز من كاريكازي، مروان الترودي يسدد، حارس ديناموس يفسخ هدف محقق. نلعب في الوقت البديل للمباراة، هجوم معاكس للديناموس، كليف ساكيتي يمضي على الهدف الوحيد للقاء. في لي كونديسيون نتاع الماتش على تيران طرطون بعد الفواياج اللي انتم عشتوا معنا، وتخسر يوسفا بري 20 مينوت وتزيد تخسر حاج مبروك من الميتون الاولاني تعمل دو شونجمون، سانسيرمون ماهوش ساهل في تيران كيما هذا باش تجي تتصور انت تجي لهنا وتفرض الاسلوب نتاع اللعب نتاعك على ديناموس في لي كونديسيون هذم. لا 90 دقيقة تقريبا قاموا بالواجب نتاعهم اللاعبين، قبلنا بونتو في الوقت الضايع، مي جو بونس اللي كانوا ميسيون اكومبلي، الحمد لله ربي جابنا في الصواب وتعدينا الدور هذا. الماتش اللي عليه عاونا برشا، كنت وصلنا بثلاثه بلاش، صحيح يعني جابونتو في اخر الماتش، الحمد لله المهم ترشحنا اليوم، وتويك عندنا ماتش تريز امبورتون كونتر الكيف نتاع يعني في ماتش نتاع شامبيونار، الحمد لله تو ان شاء الله ربي معنا كاو. كل كان ورزي اليوم كاو، زبنا الكاليفيكاسيون كاو، ربي معنا حضروا ماتش من بعد. صحيح ما كناش على تركي كوم دابيتود اليوم، اما كوميم زاد النيسيسير عملناه والامبورتون عملناه اللي هو ترشحنا، كما قلت بليزير كونديسيون ما كانوش بوزيتيف بالنسبه لنا احنا، التيران الجمهور عندنا برشا بعض الجمهور في تونس مانيش مالفين، التيران البروفوكاسيون من ليكيب ادفيرس وكل، مي في الاخر كل شيء اللي جينا عليه عملناه والحمد لله يا ربي. اهم حاجه في اللي ماتش هذوما يعني الكاليفيكاسيون، نعرفوا معناتها اللي ماتش صعيب، نعرفوا معناتها سي نورمال كيب خاسر 3-0 باش تلعب معناتها الكل في الكل باش تقدم معناتها، الحمد لله ربي كنا واقفين بالكدا التالي، البلوكس ده كيف خدم بالكدا، الحمد لله ربي ذا باش تجيب كاليفيكاسيون لازم برشا ساكريفيس. تعبنا برشا ساعة في السفر، قعدنا برشا مشينا لدبي ومن بعد قعدنا في عملنا اسكال في دبي ومن بعد زدنا مشينا زيمبابوي، الحمد لله كنا حاضرين، حذرنا اللي باش يصير لنا الكل هنا، كنا مركزين حتى في الماتش مش كيما شفتوا تيرا قلقنا برشا فماش برشا هواء فيسع ما نتخنقوا، الحمد لله يا ربي جبنا كاليفيكاسيون وهذاك هو المطلوب. جيبيك الفايز